القطاع القطاع العام أو القطاع الخاص. البرنامج مبني على قيم ومبادئ محمودة مرغوبة منها: تعزيز النهج الديمقراطي والفكر المنفتح وقبول الآخر وتنمية روح الفريق الواحد بين أبناء الوطن، صقل القدرات واكتشاف المواهب الثقافية والاجتماعية والرياضية لدى المشاركين وتوجيهها التوجيه السليم، تعويد المشاركين على استغلال أوقات الفراغ لديهم فيما يعود عليهم وعلى أهاليهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة، تنمية المهارات القيادية والحياتية لدى المشاركين، تحصين الناشئة والشباب ضد آفات الجريمة والانحراف، تحفيز المشاركين للاستعداد للمستقبل واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، غرس الروح والانضباط لدى المشاركين وتعويدهم على الاعتماد على النفس والإيثار، تعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد علاقة مؤسسات الدولة والمجتمع والشباب. يقدم المعسكر 8 برامج، وكل برنامج من البرامج الثمانية له أهداف تربوية تعزز روح القيادة والانضباط ومهارات الحياة. فالبرنامج الأول يرتكز على التدريبات العسكرية متضمنا المشاة، الضبط والربط، النشيد الوطني، مراسم العلم، مهارات القيادة. البرنامج الثاني فيغطي موضوع السلامة العامة، والذي يتضمن تدريبات الوقاية من الحريق وأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة الشخصية إلى جانب الثقافة الصحية. البرنامج الرابع يهتم البرنامج الرابع بتحفيز القدرات، وذلك بتقديم شخصيات من مملكتنا الحبيبة البحرين تحكي قصة النجاح من خلال برنامج من جد وجد وورش الإبداع والاحتكاك بممثلي المؤسسات المختلفة. البرنامج السادس الوقاية من الجريمة، ويركز البرنامج على الثقافة القانونية لدى المشاركين ودعمهم لمواجهة الجرائم وعلى رأسها جرائم الحاسوب والمخدرات، بالإضافة إلى زيارات إلى مديريات الشرطة بالمحافظات المختلفة. البرنامج السابع اغتنم الفرصة، ويركز هذا البرنامج على تعزيز قدرات الشباب على مواجهة التحديات وبناء القدرات وفق أساليب علمية، منها أسلوب تحديد الأهداف، أسلوب حل المشكلات، إدارة الوقت، البرمجة اللغوية والتطوير الذاتي. كما سيتيح البرنامج للشباب فرصة التعرف على الفرص المتاحة والتي يقدمها كل من برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية، سوق العمل، وزارة التربية والتعليم، البعثات، التحديات والفرص المتاحة وكيفية اغتنامها، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، دور المؤسسة في رعاية ودعم الشباب، والبرنامج الشبابي والفرص المتاحة. البرنامج الثامن يعد من أهم البرامج الذي يحرص القائمين على المعسكر تقديمه وبشكل دوري للشباب، لما له دور في صقل مهارات الشباب والترفيه عنهم بعد عناء يوم ساخر بالفعاليات. ومن أبرز البرامج الترفيهية المسابقات الرياضية التي يستمتع فيها الشباب، وبالذات إذا ما كان أحد لاعبي المنتخب فردا من الفريق المنافس. كما يمارس الشباب مختلف الرياضات التي تلبي اهتماماتهم وتعكس رغباتهم، كما ينظم المعسكر زيارات ترفيهية مبنية على رغباتهم، منها زيارة حلبة البحرين ومنتزه عين عذاري وصالة أرض المرح. أعزائنا المشاهدين، نلتقي معكم مجدداً وفعاليات معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة الصيفي تحت عنوان معاً لتحقيق الهدف 2030. اليوم احنا متواصلين معكم وفعالية جديدة، طبعاً هذه الفعالية خلف الاستاند الوطني، مثل ما تشوفون الشباب كلهم متجمعين علشان يلتقون مع أعضاء المنتخب منتخب البحرين الوطني، علشان يقعدون معاهم يحدثونهم عن رياضة كرة القدم، يلعبون معاهم بعض مثلاً الألعاب. خلني أنا هني ويا محمد ناخذ بعض اللقاءات مع الشباب علشان نعرف شنو هو رأيهم وشعورهم بهذه الفعالية. شو اسمك؟ عبد الله. شو تسوي هني يا عبد الله؟ أتعلم الكرة. تعلم كرة مع مين؟ مع اللاعبين. زين، إيش كان شعورك أول ما قال لك أنت اليوم بتلاقي لاعبين المنتخب؟ إيش كان شعورك؟ إيش فكرت فيه؟ أنا راح ألعب مع المنتخب، فأنا شيء أفرح معهم وألعب معهم وأعلمهم أشياء.
معار. تشجع منتخب البحرين؟ اي طبعا. مين احسن لاعب عندك؟ سلمي. زين، تتوفر لك الفرص انك تلعب الكره عندك في الفريج في المدرسه؟ هي. تلعب انت رياضه؟ تحب الكره؟ احبها. تفوز ولا كذا تخسر؟ افوز. خلينا نسأل رفيجك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ أهل عبدالله جناح. عرفت الفرق بين الزراعة والري ولا ليه؟ هي. شو الفرق؟ الري بالماي، زراعة نزرع. زي اليوم انت جاي تزرع؟ لا. جاي شو تسوي؟ ألعب كورة. تعرف تلعب كورة؟ يعني. شلون يعني؟ يعني تفوز علي ولا أنا أغلبك؟ أنا أغلبك. أنت تغلب؟ هي. كم كم؟ 100-0. أخبارك؟ زين. شو اسمك؟ خالد جميل. من أي فصيلة؟ من الذئاب. شو تسوي؟ اليوم جاي ألتقي مع المنتخب وألعب وياهم، وجاي أستانس بعد. زين، لما قالوا لك إن اليوم بتلتقي بأعضاء منتخب البحرين، شنو كان شعور؟ كان شعور إن أنا بلتقي مع ناس مشهورين وألتقي معهم، أحس روح مشهور وياهم لأن أتكلم معهم بالمنتخب. لا نادر. تحس إن لاعب الكرة يمكن يكون قدوة؟ إيه طبعًا. يعني مثلًا محمد سالمين يشوفونه ناس كده، ناس واجد يشجعونه، فالناس يبون يصيرون مثله فيسوون اللي يسويهم. تحب الكرة؟ إيه أحب الكرة. عندكم نية تدش منتخب البحرين إن شاء الله؟ إيه طبعًا. شكرا. السلام عليكم. سلام. شو اسمك؟ أحمد سالم الزياني. أين فصيلة؟ رابع. أنت اليوم إيش تسوي؟ ألعب مع المنتخب. ألعب مع المنتخب. زي ما قال لك أنت بتشوف المنتخب البحريني اليوم، شو كان شعورك؟ مو فرح لأن أول مرة ألعب مع المنتخب. عندك لاعب معين تحبه؟ رينجو. وش؟ تغلبني ولا أنا أغلبك تلعب معك؟ مرة الله يعلم. أنا ما أعرف ألعب، تغلبني. إن شاء الله. شكرا. هلا. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله زين. شو اسمك؟ محمد جمال. أي فصل محمد؟ جوارة. شو تسوي؟ شو تسوي هنا؟ قاعدين حق الشورى فعالية. شو الفعالية؟ ما أعرف أنا أقول. رياضة يعني. شو الرياضة؟ شنو اسمها؟ كرة القدم. كرة القدم؟ إيه. استعرضنا في حلقة هذا المساء فعاليات الأسبوع الأول من برنامج معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة ومزيد من الفعاليات والبرامج النوعية التي تعكس تطلعات وتوجهات مملكتنا الحبيبة من خلال برنامج معا لنحقق الهدف 2030.